موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما. قال الشيخ السعدي رحمه الله: يعاتب تعالى عباده عن التكلم بما لا حقيقة له من الأقوال، ولم يجعله الله تعالى كما قالوا، فإن ذلك القول منكم كذب وزور، يترتب عليه منكرات من الشرع. وهذه قاعدة عامة في التكلم في كل شيء، والإخبار بوقوع ووجود ما لم يجعله الله تعالى، ولكن خص هذه الأشياء المذكورة لوقوعها وشدة الحاجة إلى بيانها. فقال: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، أي هذا لا يوجد. فإياكم أن تقولوا عن أحد إن له قلبين في جوفه فتكونوا كاذبين على الخلقة الإلهية. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، أي بأن يقول أحدكم لزوجته: أنت علي كظهر أمي أو كأمي، فما جعلهن الله أمهاتكم. أمك من ولدتك وصارت أعظم النساء عليك حرمة وتحريما، وزوجتك أحل النساء لك، فكيف تشبه أحد المتناقضين بالآخر؟ هذا أمر لا يجوز، كما قال الله: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. فوصف القرآن هذه اللفظة بالمنكر والزور، أن يقول لامرأتك: أنت علي كظهر أمي. وما جعل أدعياءكم أبناءكم، والأدعياء الولد الذي كان الرجل يدعيه وهو ليس له، أو يدعى إليه بسبب تبنيه إياه، كما كان الأمر في الجاهلية وأول الإسلام، فأراد الله تعالى أن يبطله ويزيله، فقدم بين يدي ذلك بيان قبحه وأنه باطل وكذب. وكل باطل وكذب لا يوجد في شرع الله ولا يتصف به عباد الله. يقول تعالى: فالله لم يجعل الأدعياء الذين تدعونهم أو يدعون إليكم أبناءكم، فإن أبناءكم في الحقيقة من ولدتموهم وكانوا منكم، وأما هؤلاء الأدعياء من غيركم فلا جعل الله هذا كهذا. ذلكم، أي القول الذي تقولون في الدعي إنه ابن فلان الذي ادعاه أو والده فلان، ذلكم قولكم بأفواهكم، أي قول لا حقيقة له ولا معنى له. والله يقول الحق، أي اليقين والصدق، فلذلك أمركم باتباعه على قوله وشرعه. فقوله حق وشرعه حق، والأقوال والأفعال الباطلة لا تنسب إليه بوجه من الوجوه وليست من هدايته، لأنه لا يهدي إلا إلى السبيل المستقيمة والطرق الصادقة، وإن كان ذلك واقعا بمشيئته فمشيئته عامة لكل ما وجد من خير وشر، لكن هناك المشيئة الشرعية وهي ما يحبه الله ويرضى ويشرعه، وهناك المشيئة الكونية والإرادة الكونية
وهي التي تكون بها الأشياء وتكون فيما يحبه وما لا يحبه. قال: ثم صرح لهم بترك الحالة الأولى المتضمنة للقول الباطل، فقال: ادعوهم، أي الأدعياء، لآبائهم الذين ولدوهم، وأقسط عند الله، أي أعدل وأقوم وأهدى، فإن لم تعلموا آباءهم، أي الحقيقيين، فإخوانكم في الدين ومواليكم، إخوانكم في دين الله ومواليكم في ذلك، فادعوهم بالأخوة الإيمانية الصادقة والموالاة على ذلك. فترك الدعوة إلى من تبناهم حتم لا يجوز فعلها. وأما دعاؤهم لآبائهم فإن علموا دعوا إليهم، وإن لم يعلموا اقتصر على ما يعلم منهم، وهو أخوة الدين والموالاة. فلا تظنوا أن حالة عدم علمكم بآبائهم عذر في دعوتهم إلى من تبناهم، لأن المحذور لا يزول بذلك. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، أي بأن سبق على لسان أحدكم دعوته إلى من تبناه، فهذا غير مؤاخذ به، أو علم أبوه ظاهرا فدعوتموه إليه وهو في الباطن غير أبيه، فليس عليكم في ذلك حرج إذا كان خطأ، ولكن أن يؤاخذكم بما تعمدت قلوبكم من الكلام بما لا يجوز. وكان الله غفورا رحيما، غفر لكم ورحمكم حيث لم يعاقبكم بما سلف، وسمح لكم بما أخطأتم به ورحمكم حيث بين لكم أحكامه التي تصلح دينكم ودنياكم، فله الحمد تعالى. في الآيات بيان هذه المسألة وتلك القاعدة، أن الله عز وجل خلق الخلق بهذه الصورة، كل واحد له قلب واحد، وهذا القلب إما أن يجعله صاحبه في الخير أو في الشر، يجعله في الخير أو في الشر فيغلب عليه ذلك، إما أن يريد الآخرة وإما أن يريد الدنيا، وربما يجمع فيه هذا وذاك، ولكن نشير إلى الصدق. والله عز وجل ينظر إلى هذه القلوب وليس إلى الصور والأموال، ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فعلى العبد أن يعنى بقلبه بمعرفة ربه وإصلاحه بالأعمال القلبية وما إلى ذلك، وتنقيته وتهذيبه من الآفات والأمراض، لأن القلب إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. فيها أيضا حرمة التبني، وقد حرم ذلك وجاء تحريمه بالقول والفعل، بالقول أي بهذه الآيات المحرمة للتبني، وكذلك بالفعل فيما كان من دعاء زيد للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقال زيد ابن محمد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أهل الإسلام بإبطال ذلك ودعوته زيد ابن حارثة، إن زيد ابن حارثة مولى رسول الله، ما كنا ندعوه إلا زيد ابن محمد كما قال ابن عمر، حتى نزل القرآن ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. بل ولما طلقت زينب من زيد وكان قد تزوجها، أمر الله عز وجل النبي أن يتزوجها، وهذا تأكيد عدم مشروعية هذه العلاقة، لأن الأصل أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج مطلقة ولده، ولكن هذا لأن زيدا لم يكن ولدا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تأكيد إبطال علاقة التبني. وقوله: ولكن يجوز دعوة الغير ابنا على سبيل التكريم والتحبيب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدن يا بني وسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وإن لم يكن ابنا للإنسان، وكما في حديث: أبني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، حين قال ذلك لغلمان بني عبد المطلب كما عند أحمد وسنده صحيح. أما أن ينسب أحد إلى غير أبيه فهذا من الكبائر ومن المحرمات، ولذلك ورد في الحديث: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، من ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار كما عند البخاري، وهذا قد يكون كفرا أكبر في من استحل ذلك بعد علمه بالحكم، وإلا فهو من الكفر الأصغر، كفر دون كفر، كفر نعمة الله عز وجل. كذلك نسبة النساء إلى أزواجهم، فيقال: فلانة بنت فلان،
وجحد نسب المرأة لأبيها والتقليد الغربي في ذلك، فهذا أيضا يندرج تحت هذا الأمر. فإذا أراد الإنسان أن يربي طفلا مثلا لقيطا ليس له أهل فلا يمنع من ذلك، ولكن لا ينسبه إليه ولا يكتب مثلا في الأوراق الرسمية أنه ابنه، وإنما ينشر يشتهر بين الناس أنه ليس ولدا لهذا الرجل، لأن هذا يؤدي إلى ترتب أحكام شرعية أخرى من الخلوة والميراث وغير ذلك، فلهذا حرم الإسلام التبني. وكل انتساب إلى غير نسب الشخص الحقيقي فهذا من الإثم ومما منع منه الشرع. كذلك أيضا في الآيات في قوله تعالى والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، أن اتباع الوحي كتابا وسنة هو سبيل الهداية، وكلما ازداد حظ ونصيب الإنسان من الوحي ازداد حظه ونصيبه من الهداية. وفيها بيان عفو الله عز وجل وصفحه عما وقع من العباد على سبيل الخطأ، لأنه ختم الآية بقوله وكان الله غفورا رحيما وقبلها ولكن ما تعمدت قلوبكم، فإذا وقعوا في شيء من الخطأ غير المتعمد فالله عز وجل يغفره. وبهذا أيضا جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.